كام دكتور شاطر جدا عبقري في مجاله محدش يعرف محدش يسمع عن كرييت فاليو كرييت ان احنا ايه اعمل قيمه نوجد قيمه حتى بنسميها سوبيريور فاليو مش معناها ان انا لازم اخترع اختراع جديد حاجه تبقى بس فرق عندي قيمه فرق عن اللي حواليا ولو ايا كانت حتى لو القيمه دي ساعات بتبقى عاطفيه انا لو انا عامل شركه زي المنافس بس انا جايب ناس في خدمه العملاء ناس لذيذه كده وبتعامل العملاء دي تبقى قيمه طبعا جدا انا عندي امثله دي انا كعميل حتى لا توصل يعني انا الكلام اللي في الكتب ده برضه عبال لما انا اقتنع بيه موضوع الجزء النفسي والعاطفه والكلام ده كنت انا في الاول وناس كتيره من اللي سمعوا قلت لك عشان مجنون ما فيش الكلام ده انت على رايق ايه وحب ايه اصليه فعلا حاجات انا كعميل اشوفها جدا طيب انا كرييت فاليو وزي ما قلنا مش لازم اختراع قيمه حقيقيه موجوده ايوه دي عند ناس كتيره ممكن يعملوها بيجي عندهم مشكله تانية بقى كوميونيكيت الفاليو ايوه ازاي بقى الفاليو دي الناس توصل كام دكتور شاطر جدا عبقري في مجاله محدش يعرف محدش يسمع عنه كام حد في مجالنا هنا اشطر مني مليون مره ومحدش يسمع عنه يعرف يعمل كتاب احسن كتاب بتاعي 1000 مره بس ما قدرش كام عنده فاليو قويه جدليه الاشهر ولا الاشهر بالظبط لازم الميكس الاشهر ما هي دي بقى هيوجهنا للفور بيز وللبراند ما انت لو ما عندك حاجه واحده انت برضو عندك نقص في حاجه لازم تكمل ده لسه كمان هنكمل بالظبط ما هي كله كوميونيكيت ان انا اوصلها بقى بالطرق بقى المختلفه حتى كان في التعريف كوتلر قال كرييت فاليو ده بيكونسرن اكتر او بيهتم اكتر بالبرودكت مانجمنت اداره البرودكت من اول فكرته ايه او السيرفيس مانجمنت هقدم ايه شكله ايه كل تفاصيله لكن الكوميونيكيشن خاصه بالبراند مانجمنت يعني انا في اتنين فاليوز حلوين بس ده قدر يعمل فاليو ده ما قدرش يعمل فاليو لو واحده بس هتجيب لك فلوس هي الاشهر مش الاشطر ماشي بس برضو هيبقى معروف انه مشهور بس مش قوي وهيحصل له برضو مشاكل ما يعملش كوارث يعني مش لازم اشطر واحد يبقى شاطر برضو يعني على الاقل يعني ايوه هيكمل بس يركز عنده على انه الناس تعرفه بالظبط عنده المينيمم